مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة بأن نستضيف رجلا مميزا ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا. رحبوا معي بأستاذ نضال العريضي، صاحب ومؤسس ملحمة يميت مرحبا. بداية أصدر الله أوقاتك. يا سعد مساكم، أهلا وسهلا فيك. في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف جت لك فكرة تأسيس ملحمة ميت مرحبا؟ نعم، أنا اسمي نضال العريضي، مؤسس ملحمة ميت مرحبا. لا، نحن أنا مدير، كنت بشركة سياحة، اشتغلنا بالسياحة تقريبا شي 18 سنة. بفترة كورونا توقفنا عن العمل، يعني وقفت الاوبريشن بشركات السياحة، وبتعرف تأثرت البلد شوي فيها. فصرت عم فكر بأي مشروع فينا نبادر أو نقوم بأي مشروع، ولقينا أنه الأكل والشرب صراحة هو من أفضل المشاريع يلي ما بتوقف. وعملنا بزنس بلان، بلشنا نشتغل على الموضوع، ولقينا ما اللوكيشن يعني مرتب، وفتحنا ملحمي ومطعم لبناني. نحن ممتاز. أستاذ نضال، حابين نعرف أكثر شو اللي عم تقدمه في ملحمة ميت مرحبا للسوق؟ نعم، هلا نحن ملحمي ومطعم لبناني، موقعنا بتاون سكوير دبي. بنقدم، بنجيب لحمه اون ديلي بيسز، الغنم الاسترالي المحلي والسوري، وعندنا لحم العجل كمان يلي هو الاسترالي والمحلي، وكمان الدجاج كمان في عندنا الفريخ، يعني عندنا هن بنجيبهم كمان اون ديلي بيسز فريش وبنعرضهم عندنا بالملحمه. حابين نعرف اكثر الاصناف اللي بتقدمها ايضا في المطعم. نعم، هلا نحن المطعم عندنا مازات لبنانيه، يعني مثل المازه البردي اللي هن الحمص وفتوش وتبولي ومتبل، البطاطا الحره، هذه كلها موجوده عندنا. في عندنا كمان المازه السخنه اللي هن المقانق سجق، يعني جميع الانواع المازه السخنه. ممتع. وفي عندنا كمان الميكس جريلز اللي هن الجريلز، هذه لما تجيب انت لحمتك من الملحمه وتزتها دغري على المشوى، هلا بتفرق كثير الطعمه اكيد، لانه نحن بنعمل كل شيء فروم سكراتش هون، يعني عندنا بالملحمه. يعني مثلا البرجر، نحن بنعمل البرجر من البدايه، يعني بنعملها فروم سكراتش، اوكي، ومنتبلها تتبلتنا يلي هي الاسترالي. في عندنا الانجس برجر كمان والتشيكن برجرز، وبنعرضها كمان على المشوى، تطلع الطعم كثير مميز. وفي عندنا كمان الميكس جريلز يلي هن مشاوي مشكله كمان، شيء مرتب وكمان طعمه كثير طيب. ممتاز. استاذ نضال، حابين نعرف ايضا سر التميز، شو اللي بيميزك في السوق؟ هلا نحن بصراحه كملحمي، اول شيء مثل ما شايف الديكور عملناه بشكل مرتب، تصميمي لإلي الديكور، عملناه يعني كونسبت اوبن كونسبت، كرمال الزبون بس يفوت على الملحمي يشوف المطبخ. يعني انا عامل مطبخي مفتوح للجميع، يعني بيقدروا يشوفوا من برا الشيف وهو عم بيطبخ، او اللحام وهو عم بيعمل لهم الكفته او السجق او المقاني او اي شيء. اوكي، نحن الكونسبت عندنا كثير مميزه، النظافه عندنا اياها بشكل اساسي اكيد. كمان بالمطعم نحن بنقدم الشاورما اللي هي شاورما على السيخ، دجاج او لحمه، كمان كثير طعمتها مميزه وصارت معروفه بالمنطقه. وعندنا كمان ستيكس والبرجرز والمشاوي المشكله كلها على جميع انواعها. وفي عندنا منتوجات بلديه كمان مثل المخللات، مثل العسل، زيت الزيتون البلدي اللبناني اكيد. وفي عندنا كمان بهارات عبيده كمان كثير مميزه. هلا الكونسبت كمان، يعني بيجي لعنا زبون فيه ياخذ الفحم مثلا، الاشياء جاهزه للشيشه، اللحم على جميع انواعه اكيد، المعجنات كمان قريبا راح يصير في عندنا كمان اسم للمعجنات ان شاء الله باخر هذا الشهر. وفي عندنا كمان اسم المطعم، عندنا قاعده كمان برات المطعم راح تكون كمان مميزه، تقريبا شي 12 13 طاوله بيسعنا برا، واخذنا فيها ابروفل اوريدي. الله يبارك لك ان شاء الله، ونشوفك ان شاء الله في سبع امارات باذن الله في المستقبل باذن الله. حابين نعرف النظره المستقبليه لك،
نعم. شو حابب تعمل في المستقبل بإذن الله؟ هلا إن شاء الله يعني هلا من فرع بيصير في عنا كمان فرع تاني، وممكن نرجع نفتح في شركة سياحة ما حدا بيعرف. إن شاء الله إن شاء الله، أكيد بتمنى لك التوفيق والنجاح. حبيبي الله يخليك. تسلم. أستاذ نضال، إحنا في دولة الإمارات بلد الأمن والأمان والاستقرار. هذا الشيء ما أجى من فرع، جاء من دعم شيوخ الدولة. حابين نسمع منك رسالة شكر لشيوخ دولة الإمارات. أكيد أكيد، كل الشكر والتقدير لحكام الإمارات، نحن نفتخر فيهم طبعا أكيد. أكيد. والله يديم الأمن والأمان على هالبلد المرتبة. نحن نعتبرها بلد كمان تاني لإلنا، صار لي 18 سنة يعني. صحيح. أنا هون بالإمارات تعرف. الحمد لله. الحمد لله. الله يخليهم يطول عمرهم ودائما يدوم الأمن والأمان على البلد. أكيد الله يطول في عمر شيوخ دولة الإمارات ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. أستاذ نضال، قبل ما أختم البرنامج حاب أعرف الموقع الجغرافي لملحمة 100 مرحبا. نعم، نحن موجودين بمنطقة دبي لاند تاون سكوير دبي، اللي هي بالقرب من مدن وميرا أويسز على طريق القدرة. أوكي. عندنا المشاوي جاهزة كمان للشوي، عندنا نعمل متبلاتنا الجاهزة كمان مثل الطوق، الأسكالوب، الفاهيتا، الفيلادلفيا، كلها موجودة عندنا هون بالملحمة. فأهلا وسهلا بالجميع، ونتمنى لكم كمان التوفيق. الله يخليك. تسلم. مشاهدينا الكرام، أرقام التواصل والموقع الجغرافي أسفل الشاشة. أستاذ نضال، شكرا كثير لاستضافتك لنا. أهلا وسهلا فيك، ونتمنى لك التوفيق والنجاح بإذن الله. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، ولا هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.